مصاريف للكاميرا ما تعمل حريق. ارفع ايدك يلا ابتسم عليك واحد مقلب خفيف. مشهور على نفسك يا باش ما تشيلك نفخة غشاش، ما عندك حل غير تبتسم هنا كلنا واحد في الشاشة. بالراحة كده وما تتوتر، سلم نفسك وما تتهور، الناس بتحبك يا غالي والحاصل هنا كلنا مصور. ثابت مكانك يا ظريف للكاميرا ما تعمل حريق. ارفع ايدك يلا ابتسم عليك واحد مقلب خفيف. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يسعد مساءكم بكل خير في حلقة جديدة من عليك واحد. ضيفنا لليلة هو ملك الغنية الإنجليزية في السودان، بيغني بالإنجليزي ولا فاضل لباراك أوباما ذاته. بديك غنية إنجليزي كده تحس إنه هو ما قاعد في الخرطوم، قاعد كده في لوس أنجلوس في لاس فيغاس في حتة كده يعني. صور له كليب في دبي كده مع بيت في الفترة اللي فاتت دي، وإحنا عشان حاسدينك عشان كده جبناك. أصلاً هو الموضوع ده حسد يعني، ما تفتكر إن إحنا جايبينك كده يعني. عشان برضه شيرين كان بتحبك. شيرين عبد الوهاب، مش كنت في فريق انت برضه ولا انا كان بيتهيألي يعني؟ وصلت مراحل نهائيه بتصويتنا احنا على فكره يعني، ها؟ ما تفتكر كده يعني، احنا صوتنا لك وانت مشيت. يا نايل يا ريفر، استلم الطلقه دي يا معلم. احنا اللي اتكلمنا تليفون؟ ايوه كويس. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت لو بتقول الحمد لله على السلامة عشان استنيتك. معلش. معلش. الحمد لله على السلامة والله. أول مرة ولا بتيجي طوالي؟ أول مرة بس إن شاء الله هنيجي كتير. لنا يا نايل هنعمل فيك عمايل على بركة الله بدل المشوار. أنت عايش هنا في السودان؟ عايش والله. وأنت وين؟ في الإمارات. شو بيقول يعني؟ أصلاً من الإمارات يعني، درسنا هناك. مين اللي كسر؟ فن و production برضو، audio production هو هندسة صوت وكده. أصلاً عندي استوديو هنا فتحت. لو إذا عايزين عمله برضو جدا. بس لا، بحنا نبي عشان تعمل. أنت طرب بس صح؟ يعني شغلك غناء فقط؟ ولا ليك موضوع تمثيل؟ عندي استوديو. لا، عندي استوديو تسجيل اوديو برودكشن، ميوزك برودكشن يعني. اغانيك انجلش ولا؟ انجلش. هو اصلا بيشتغل في برامج في ذا فايس. انت اللسته دي كيف جات او انت اتصلت عليه كيف او اللي يعني كيف انت قلت لي اسمك؟ التفاصيل دي انا هفهمك الموضوع واحده واحده، بس خليك معانا كده. احنا بس موضوع تعارف اكتر ولا اقل يعني. نايل طبعا هو اول سوداني مشي بالسن للبرامج العربيه، برنامج ذا فويس كان اول سوداني يشترك في البرنامج، بعدين طبعا القافله تاتي يعني، لكن هو كان اول سوداني يعني، كان من الرياضي وكده. احنا جبناه بنور واحد. الموضوع بقى عشان خاطر ما نطولش عليك ولا نطول علينا، عشان ايه تمام الموضوع الصوره، ان احنا الفكره وما فيها ان احنا عاوزين ايه؟ احنا عاوزين التصوير يبقى مثلا في فتره معينه، لان احنا زي ما قلت لك هو موضوع دعايه واعلان خلال فتره قليلة يعني. التصوير بيبدأ قبلها مثلا 3 شهور. معاوية، استعرف معاوية ده معلوم، يقول لك معاوية المتصرف معاوية معاوية. فازل نعمل له فرق كبيرة في النهار ده في جديدين. السلام عليكم. وين المدير؟ مرحبا.
لازم هو محمد صديق. انا عظيم المقدره. انا عظيم الشرف. وين المدير؟ مرحبا انا. الله يفرجك. هذا مدير ولكن ما ولكن ما مدير. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ تركينا في دقيقه. انا عايز افهم بس. يا دقيقه شوي. اول حاجه كلام كثير انا ما مدير تمام؟ الامور تحت المدير ده بتنفع معي. فاهم ولا ما فاهم؟ في شنو يا حبيبي مالك؟ مالك انت في شنو؟ شغال هنا انت في الشركة دينا؟ بتاع مخدرات انت ولا شنو؟ دي شركة بتاع مخدرات انت شغال فيها؟ مفتش يا جاي؟ ديكور ديكور؟ يس يا حبيبي نوي اسمع كلامي هنا انا معايا زي التفتيش الشركة دي كلها تمام؟ ما داري كلام كثير مستهبلين الشركة دي لا ثلاثة أيام إنهم رصدنا كويس ها لا ثلاثة وإحنا رصدنا في تجارة بتاع المخدرات بتجي هنا عبابة فتش المكتب ده تفضليني برا يا حبيبي مجنين برا هناك ما داري كلام أنا كلام ما داري أكلم السفارة تصرف معاك عربية ده حقت مني عربية ده حقت مني يا زلمة اتكلم معاك أنا يا ده عربية عربيه حقك دي بقى مفتاح جوه الليله دور لكم دور مفتاح جوه ايدي طيب ندور الليله بعد اذنك ايدي عربيه حقك منو دي ده عليه بتغاوي مالك يا اخي بتغاوي ليه ليه يعني ناس يجيك حكومه وجهاز ومخابرات انت بتغاوي ليه يا اخي طيب احنا زنبنا شنو؟ احنا زنبنا تجار مخدرات احنا زنبنا شنو؟ تضرب العساكر وتضرب الملازم ليه؟ ليه؟ شوف ورونا ليه؟ انا ما وريتك قلت لك ملازم هون ما بوريك ليه؟ ما بوريك ليه؟ ما بوريك ليه؟ بوريك لها قدام انا بوريك لها قدام انا بوريك لها قدام وريني ليه؟ انا بوريك لها قدام بوريك لها قدام هناك ماكن هادي عربية ده حقك منو؟ دي عربيتك؟ دي عربيتك؟ دي عربيتك؟ جيت بيركشة جيت بيركشة؟ هاي تفضل معانا بالبوكس أروح أصلا نازل كله في البوكس ثابت يا زول إيه؟ أركب في البوكس معلش اركب بس يا اخي انا ما بعرف عليك الله ما داري كلام بعد ما داري كلام والله العظيم 23 شهر حوس على طلاقين عمليات تمام سعادتك تم المقاومه والقبض على جميع من في الشركه سعادتك اسمع والله تم المقاومه يا سعادتك مقاومه قسم بالله العلي تفضل فوق يا قسم بالله انا بطلع انا ما عندي مشكله معلش معلش بس معلش اشوف معلش اشوف الورقه معلش اتفضل اتفضل معلش ده تسوق وين تسوق ده لا اله الا الله الورقه يا رسول الله ورقه قانونيه دار ورقه قانونيه انا بتعجر جلال دار ورقه قانونيه انا معاوي احمد خالد دقيقه دقيقه ورقه قانونيه دار ورقه قانونيه ما في ورقه قانونيه ما بخش البوكس ده طب اسمع كلامي انا بتكلم معاك انت اسمك مين اسمع محمد صدق محمد صدق اديني ورقتك يا محمد صدق دي طيب ورق لي ورقه الشباب ده ورق لي هتدفروني هنا جوه طيب ورق لي قلت لك انا دول عامل عمليه ما ينفعش تدفروني انتوا ما بتفهموا ولا شيء يا حضرتك تسمع كلامي ها اي حد انا بعمل لك بس اركب لي في البوكس انا بوكس ده بركب انا عايش في البلد دي هنا ده البوكس ده ما بركبه اديني ورقه انت منو الكلام ده بدينك والله العظيم الكلام ده بديني انت اول حاجه اسمع كلامي اسمع كلامي اول حاجه انت مقاوم الناس دي ضارب عساكر ضاربني انا تمام وتهجم علي مش اتهجمتوا علي اي مش مسكني تمام تهجم علي طوال تمام انا بقول لك لو جالي باحترام داري ورقه بوريني ورقه 23 شهر حيوسع التراقيب يا اخواننا القصه دي تمام سعادتك انا في انتظارك يا سعادتك في مقاومه برنامج تبيك اكيد ظافر معقوله يا بس الغوه سعادتك في مقاومه سعادتك It's not funny. It's not funny. It's not funny. قلت لك this is not funny and it's not going to be funny. الكاميرا طلعتها يا اخي ما في ده انا قلت لك نزل ده فروني يا مان. اقسم بالله انا بعرف. طيب معلش معلش بس اركب لنا يا اخي ما بركب ما بركب عندك ورقه امرق لي ما عندك ورقه انا ما امرق لك انا ما امرق لك ما تمرق خلينا وقف خلينا اقف بيجيك بس الغوه بتوريك الكتاب كويس تمام الغوه بس بيجي الكلام ده يبقى لك حرمة عليك We'll be right back.
لك حاجه. انا جبت لك دفتر ورق. طيب يجي. ما قلت لكم واضحه وبيش وما زبط هذا يا اخي. يا اخي تعالوا ركب مكنه يا اخي. ما زبط. انت ما زبط. انت رابط مكنه عليك. اول حاجه زول بيدفق المويه ذاك ما بيعرف يمسك. ثاني حاجه الكاميرا شفتها مركتها انا يا اخي. ركبت الكاميرا هذا؟ الجاب يو ولا والله. طيب ما ده عشان مركت الكاميرا قلت لها انا الكاميرا دي ودي لسه بيدفروا. قلت لهم يا جماعه انا الكاميرا مركتها ما تدفروا انا عندي ظروف. عامل عمليه ولا ما تدفروا نزع ها؟ كنت حاضرب الايجارات احمد عمر اضرب لي اضرب لي ما هي ظاهره وهميه يا جماعه اسمعني بعد انتوا لما تعملوها بكبسه ايش معقول عمال تفتح عربيتك ايه ده افتح عربيتك عليك الله يسلمك عليك الله يسلمك عليك الله يسلمك انت عوقك منه يا اخواننا تعوقتوني الناس دي عوقك هذه افتح لي بلاغ يا احمد بركه افتح لي بلاغ اذا افتح عربيتك دقيقه في حاجه في العربيه دي نشيلها اخواننا ها افتح العربيه فتش العربيه دي يا استاذ ابو لازم طلع اخي جاي فتش العربيه دي بصمه فتش العربيه دي فتش العربيه دي لا انزل 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 انت حنفتش ها انزل انزل دقيقه طيب ليه لا 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 والله ما تمشي والله ما تمشي يا جماعه دقيقه دقيقه انا نسيت اسمك انا مازن تامر اه مازن عليك الله اسمعني اها دقيقه قصه ما اعرفها لا دقيقة لا فتش لا 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 عشان التصوير عشان التصوير ما فشلت فشلت من الاول ما فشلت بس شنو يا نايف هيروين دي جاوي عربيتك شنو فتحوها كيف دي جاوي عربيتك شنو فتحتوها كيف عربيتك دي ده هيروين دي عربيتك على الله هاي دي جاوي عربيتك شنو ده تفتحها كيف ها دي كمان حرمة انا هذه غني لنا ما في عيوني عليك الله والله ما في السخانه دي نمشي بس معليش دي مويه مشفوقه لا لا مشفوقه ده طبعا اديك كف لا لا ده شوف الازول بس بديل لانه وقعت الصينيه ده ما ظبط قالوا توترت وطلعت برا شريت سياره ما عرفتها يا اخي ما عرفتها بس من الاول من البدايه استلمتها ها من البدايه استلمتها طبعا ناس قدامكم لا لا انت قديم جدا انت قديم جد لكن خوفتنا الله يديك العافيه من امبارح خايفين منك احنا قالوا ناي ليه يا شفاتي شفاتي عديل الله يا حبيبي لكن دي دخلت كيف ان شاء الله دي جابها هنا عشان والله دي حرفنا منكم بس يعني طلعنا حرفين في حاجه لا لا حرفه دي انت حرفنتوا فيها لو كنت فتحت العربيه طلعنا الهيروين ده كنت هتركب دجاله تعرف انا من الريسبشن بفتش في الكاميرات لكن ما لقيت في الريسبشن حتى ما عندكمش نفس الكلام ده فتشت كويس لكن ما شايف الريسبشن لما دخلت الموضه ولقيت نفسي طوالي قدامي في مرايه كبيره و هنا شايف شفت الكاميرا وبعدين انا خدت قاعد كده وانت قاعد كده ليه انت ما قاعد يعني فالمهم يعني لكن ما بطل والله نايس نايس انت اول راي انت الحلقه المساجه انت اول واحده بتعمل حلقه لازم تطلع تفتح عربيه ما ضامن من المنفع بنفس الوادي نفس السين تطلع بره بيفتح عربيه لانه هو ضامن انت مش ضامن عربيتك ما ماشي اي لكن افتح ليه المنطق ليه انا اصلا البرنامج بالنسبه للمنطق الحقيقي دي الناس جايين لشركه انت في الشركه دي ما تابع الشركه دي اتفضل برا لكن ايه يقول لي فتشاك ولا يكلم شاك لا قول انا عايزك انت اللي كنت تطلع على الرياضه مش جديد التهتم شديد ظريف هذا زميلي في البيت اه والله نايس كويس اه ظريفه شديد ها 60 جنيه 70 يا سلام انا معاويه نايم و جماعه ده قرب قرب ويجيبوا لي كل سنة طيبين كل سنة طيبين لكن بس عوضوني يعني تكون عارفين نزيع وزيع ما مشكلة ثابت مكانك يا ظريف الكاميرا ما تعمل حريف ارفع ايدك يلا ابتسم عليك واحد مقلب خفيف مشهور على نفسك يا باش ما تشيلك نفخة غشاش ما عندك حل غير تبتسم هنا كلنا واحد في الشاشة والراحة كده وما تتوتر سلم نفسك وما تتهور الناس بتحبك يا غالي والحاصل هنا كلنا مصور ثابت مكانك يا ظريف الكاميرا ما تعمل حريف ارفع ايدك يلا ابتسم عليك واحد مقلب خفيف مشهور على نفسك يا باش ما تشيلك نفخة غشاش ما عندك حل غير تبتسم هنا كلنا واحد في الشاشة فالراحة كده وما تتوتر سلم نفسك وما تتهور الناس بتحبك يا غالي والحاصل هنا كلنا مصور ثابت مكانك يا ظريف الكاميرا ما تعمل حريف ارفع ايدك يلا ابتسم عليك واحد مقلب خفيف